أول جلسة ترتيبية إجرائية، كل الأحزاب الممضية على خارطة الطريق التحقت بالجلسة أين طرحت المسائل الإجرائية ذات الأهمية والتي تضمن نجاح الحوار، مثل آلية التمثيل الحزبي والنظام الداخلي لجلسات الحوار. هناك ثلاثة جلسات متتالية ترتيبية إجرائية، نتفق على المسائل الإجرائية، على كيفية اتخاذ القرار، آلياته. سنتفق أيضا على معناها كيفية ضبط محاضر الجلسات، على كيفية اعتبار كل مسؤول حزبي معناها يكون مفوضا تفويضا كاملا من حزبه لاتخاذ القرارات اللازمة بدون الرجوع إليه. هذه الجلسات الترتيبية والتمهيدية لا تنظر في المضمون السياسي، الجلسات التي ستنظر في المضمون السياسي للتوافق ولخارطة الطريق ستبتدأ إن شاء الله يوم الخميس. اليوم جلسة للترتيب، كيف تنظم جلسة الحوار صباحا مساء وفي أي أيام وفي أي موقع وبأي ترتيب. قاعدين ننظر في المقترحات إجرائية معناها لتسهيل جلسة الحوار الفعلية، خاطر هذه نعرفوا اللي هي جلسات ترتيبية تتطلب معناها بعض الإجراءات على غرار النظام الداخلي، قانون منظم للسلطات العمومية، تعهد الحكومة بتقديم استقالتها، وأهم نقطة معناها لازم نلقاو فيها حل اللي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بيان مجلس شورى النهضة الذي أثار ضجة في الأوساط الإعلامية والسياسية ذهب في مهب الريح، ولم ينل غير بعض الأجوبة عن أسئلة الإعلاميين للمشاركين في الحوار الوطني، الذين اعتبروا أن البيان مجرد موقف سياسي ومحاولة للتراجع على الإمضاء. بيان حركة النهضة هو بيان داخلي يلزم الحزب، نحن نتعامل مع من يحضر داخل هذا الحوار، من يشارك في هذا الحوار والذي أمضى على وثيقة خريطة الطريق وسيتفاعل معها. بقية البيانات الحزبية فهي تلزم أحزابها في الروح متاعه وفي معناها الرأي العام يحمل وكأنه هناك تراجع على الإمضاء، لكن بالنسبة نحن هذا الحزب من الأحزاب المهمة اللي بيش يدخل الحوار، رأيه ذاك والحوار معناها ما نجم يقودنا كان إلى تطبيق وتنفيذ الحرفي والشامل والفوري لخريطة الطريق. هذا يفهم التزام الحزب، التزم وكان باش نقعدوا كل مرة الحزب يلتزم ومؤسسة من مؤسساته ترفض وإلا توحي وأنها رافضة وإلا باش تراجع، هذا فهمت لا موجودية وما نجمش يقود. لا لا لا، ليس هنالك أي تنكر، هنالك رغبة في نجاح الحوار وحرص شديد على نجاحه وجئنا لذلك. شكرا، نحن حريصون على نجاح الحوار وجئنا للحوار إن شاء الله. بات الأمل الأخير في إنقاذ البلاد قريبا، وجمعت طاولة الحوار الوطني تقريبا كل القوى السياسية في البلاد، والأعداد لطريق التوافق انطلق فعلا. ما اعتبرته المعارضة محاولة لتنصل حركة النهضة من الالتزام القانوني باء بالفشل، الأمر الذي قد يبعث على التفاؤل بغد أفضل بعد أن بلغت الأزمة ذروتها.